فعلا هخصمك. وينك جنى؟ شغلي خليك تعب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. وانتم عم تحضروا فلوق جديد لليوم، فلوق جديد لليوم، فلوق تاع زينه العيد. اليوم اكثر فيديو عجب الانبلال هو هذا الفيديو. شو بدنا نعمل اليوم بالفيديو يا جنى؟ بدنا نعزل البيت كله ونفركه ونغسله ونبلدنه مي، لانه احنا كنا عم نعمل تحدي. نعم. او نحن ملينا حالنا مي وملينا الارض مي. أو اجت ماما خلص بدي اعزل في مي وفي مي، أو اجينا نحن بدنا نعزل نحن ونعمل فلوق في المي نسليكم معنا. اوكي، اشتركوا بالقناه وصلوا على النبي واستغفر رب العالمين. اذا كنتوا جداد تابعونا على طول، تابعونا على الانستغرام تحت الوصف الي ولعند جنى تحت الوصف. في واحد ورا الكاميرا ما حيبين بس حيصورنا طول تعزيل البيت. طبعا عنا فرك الحيطان تليف، طبعا هي اختصاص البنات بس يعني منظر تشكيلي تشكيلي. لا خليه يشتغل. كونوا معنا كتار، خلينا نبلش. لا انا انت جيبي ماي جيبي ماي. حمامة سعادة حمادة شايفني سكتي وليه؟ لايفني شو انت لي فايدة الفاشل؟ لا انا سيدنا نايف. الحكي الله يرضى عليها طول عمرك حكيت عشان تليف الحيطان معزي. ابعتني يا الواد. هو حدا يكون التعزيم من الواد هذا شب الباب يعني؟ شو احكي؟ نبع الحنان بدك بوكسه بس خلص. لك لك من برا لا هي مبرر. لا هو عم يستخدم الباب. بياخذ منك عيد بايدي. بعدي لقلك بعدي ما هو هيك. لك هاي بدها نسوان على حقه حقيقي. بعد هيك تخرق عم الموزه. سكر خرق له خرق له. لا انا من بعيد. انا يلا من جماعة الاكشن ورانا ورانا هاي نتيجة التحديات عم تعملوها. بعد بعد عملنا وحدة كان راح اصبحها. لك هلا البرندة بعدين بتعملها. روقي روقي خلصنا. شو خلصنا؟ خلص قسم هيك وانتو داخلين. عندي خلرت عليك. يا الله وين بابوها؟ وينك جنى؟ شغلي خليك تعب. هاي محمد منيفة هيك. يا اخي انا محترفوني بالنظافة. شو؟ البيت قديم في البيت بعمل نعمل شيء. البيت قديم في البيت بعمل نعمل شيء. والله والله العظيم. ايش؟ يا جماعة فطر غزان المي اللي فوق بالسطح كله عند رزين. شو المحل الأول لما عملت مقلب؟ ايه. خلصي لا خلصي فوق لا خلصي تحت نفسي فوق تحت فوق تحت. او ماي جاد شو شايف؟
اللي قاعدين على الشرفون؟ او انت كم بيضه عشان تعرف الديوان؟ يلا حمد حمد روح انت جيب مريم. يلا يلا. ليش ما بتحطوا لنا غنيه؟ ليش ما بتغني انت؟ يلا غني انت. انا ما بدي. طول بالك ابو تيم. اه يا طول بالك ابو تيم. ما هي محاسبه ما هي. محجوب؟ ايه شو؟ ما تنجح حبيبي. محجوب؟ ليش ما عندك عمي؟ الله نور عليك مضبوط. هون في بصمة صباط. هاي اليوم سلام. عبد الشرفة؟ انا. انت؟ عملت بوستين. مبين كم واحد بيسع 56 مرتد. صوت المي بيقوي. شو عم تحكي معي؟ بس هدول هلا اول مي صارت الكهرباء وباذن الله كنا بدنا نبلش. ما في اصلا مقطوع الكهرباء. ها عم تشتغل شيء في شيء براد عم يخضر عبالي بالحجر الصحي. عم ارجع محي. لا خلصتوا. بلا غباء. في تليف من برا بالليفه. من برا بالليفه الرايس وروقي. ايه برافو برافو. كان سعيد هلا. كان ليش بيقولوا يعني غير بالتعزيز؟ يا جماعه اللي بده يعزل بيته هلا بحط لكم الرقم رقم ميدو تحت على البايو. اعطيني الليفه لحبات تغابوا انتوا اثنين. عم دور عليها ما هيك شايفنا بس خلص. لك كهنه كهنه. وينك هني؟ ما بعرف. جيبها بمطبخي بمطبخي الكهنة. اللي بده رقم ميدو كرمال تعزيل هو اطلب خدماتك الان وتوصلك اونلاين مع ميدو. اشترك بالقناه وفعل الجرس حتى تحصل على 3 جلسات لتنظيف المنزل مجانا من ميدو وجنى. وفيكم ميدو تعطلوا عليه احيانا. ومحجوب اكيد هو المساعد. انا محجوب. انا شلت اعبي مي. حمال المي، حمال الاسيه، حمال الكليب. حمالك. طول بالك عبدي. اليوم ميدو بده ينام. طب اكيد ما رح يجي بعد الافطار لعنا يصور كرمال هو اكيد رح يكون تعبان. يخطر عبالي بالحق. كانه انتم عم تورجوا علي. يلا بلا ايش بدي اعمل؟ شو بدنا نعمل بالبدايه؟ عسفي هون. بدي اليف هون. عسفي هون. عسفي هون. عسفي هون. اليف في الكنبه يا عايز. انت غني من هون. انت غني من هون. يا حبيبي ان شاء الله ما يب كثرة المي. الله يرضى عليك. الله؟ يعني طرف ظهرنا نحن رايحين جايين. انا لقلاش سلامتك المهمة. عجبتني انا عجبني موضوع التصوير. استخدم عاملتك القديمة بواحدة حديثة روسية. تعتمد جميع الميزات. صوري صوري جنى لكن ما رح تشتغل ابدا. جنى يلا يلا استعفي الصراحه. ليك نجمتكم العظيمه. صايمه صايمه. يعني نحن مفطرين البلاد؟ مفطر. بس البنت مو مثل الشاب. محمد حط لي على المي وطالع عندي. هلا صفي الباب. مشي هاي. يلا. الزوايا بدي اشوفها عم تلمع. يلا. 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 يا جماعه قربوا. جروب فريق العمل. بعدي ولا ورا بلال. بتعملي انت هيك. محمد انت جنبي لهون. يلا جماعة ساعد صالح يلا ساعد سارع هيك سارع هيك سارع هيك سارع. الى الوراء دور. الى الامام للوراء دور. سكروا الماء سكروا الماء سكروا الماء. يا ريت تبدل بالماء. لو كنت على نهر جهال سالت تبدل بالماء. لو كنت على نهر جهال تحيا عيش السعداء واليرضى.
تن أخصمك أسيبك لا وهو الروح حبيبي اللي عايزاه أسيبك لا يلي بيسمع كلمة أهله شو منقله شراط الشامي محمد هات المي بعبي المي يا صلى ساعة بعبي المي حبيبي المي انت ركبت ساعة بعدك كب المي جنى وحنا جنى باربارين جنى عربي لهون غنية سريعة نحن ثلاثة نعم كنت ماشي في الطريق لا 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 أيام خلص الأرض لا 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 كافي غير شمس وطلعت والجو جميل هذا اليوم وفرشة المحط ولا تنافس الصيف وصديقاتي كنا هيا كنا بنا هيا يلا حسولك يلا حاج رح وقف ولا في المايك واحد اثنين مش لك يا محمد ليش ظهري وقع قليمه يا الله يا زلمه معاه شوفي بقى لا وقع لا انا ما اشطرني دغري كمان يلا يلا خلصوا يا جماعه سلمت النيل لك بقلب المقلب بيعملوا مقلب قلب التحدي تحدي لك يا الله يلا شنو جايبين تعالي مدري ما بتقدر شايل كنبايه بس جيب المكنس يا جماعه الكل يشوف كل شيء الفيديو يعمل له ينسخ الرابط ويبعته لاخواته في البيت الشباب يقول له تعلموا ولاد مو رجوله بس بالعضلات وبالحكي وبالتنظيف كمان